السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك دكتور. لا بك دكتور. استنى بس 5 دقائق، ممكن كان العدد اللي حضر كويس. حطيت لكم فيديوهات على ال links to videos، مهمات كيف تنزل ال يوبنتو لينوكس على ال virtual box، وكيف تنزل الفيرتشوال بوكس على جهازك. وهذولا مهمات جدا، تمام؟ لاني ممكن اطلب منك اساينمنت ثانيه تعتمد على هاي الاشياء. واضح يا شباب؟ واضح. لان هذول كبديل، مش بديل يعني، كنشاط خارج عن يعني المحاضرة الرسمية، ولكن هو مهم جدا يعني ومطلوب جدا حسب تعليمات التعليم عن بعد، انك انت تشوف هذول الفيديوهات، تحاول تطبق على جهازك في البيت اذا تمتلك جهاز، وتنزل الفيرتشوال بوكس او الفي ام وير، وتنزل اليوبونتو، لانه في شغل ممكن اساينمنت تعطيك اياها لاحقا عليه. طيب، احنا نرجع مع بعض الى اخر سلايد وصلنا له المره الماضيه، كنا في البروسيس سكيدجلينج. نتيجه السرعه العاليه للسي بي يو وعمليه السويتشنج ما بين بروسيس تو بروسيس، بتبين البروسيسز. طبعا لما يكون عندي سنجل سي بي يو، البروسيسز كأنها كليات بتشتغل مع بعض كانكرنت. طبعا انا السكيدجلينج البروسيس، ما يعمل سكيدجلينج بده يختار من بين هاي البروسيسز اللي بتكون موجوده. في عندي مجموعه من الكيوز. اول كيو زي ما حكينا المره الماضيه بنسميها الجوب كيو. الجوب كيو بتمثل كل البروسيسز اللي موجوده في السيستم حاليا واللي حابة أو ترغب في التنفيذ، لكن صحيح موجودة لكن مش كلها ريدي، مش كلها جاهزة. الريدي كيو set of all processes residing in main memory ready and waiting to execute. الآن مجموعة كل البروسيسز الموجودة بغض النظر شو هي بنسميها بتكون على الجوب كيو. الآن في كيو أخرى بنسميها ريدي، جاهز، ما على السي بي يو غير تاخذه، يعني جاهز بمعنى إنه تم تحويله إلى انستركشن سيت، ماخذ ريسورسز، ماخذ كل شيء موجود في الميموري، الآن بدها السي بي يو بس تاخذه عشان تبدأ بتنفيذه. الآن بعض هاي البروسيسز بتحتاج لعمليات إدخال وإخراج، مثلا تحتاج إلى إخراج صوت عن طريق السماعات، أو تحتاج إلى طباعة عن طريق الطابعة. أي بروسيس بحتاج إلى عملية input output بجلس على كيو اسمها الديفايس كيو، وكل ديفايس كيو، كل ديفايس متصل مع الأوبريتنج سيستم أو مع الجهاز عادة بكون إلها ديفايس كيو، وهي جزء من الميموري. الآن لما أقول كل جهاز متصل بنسميه هنا البريفيرالز أو الأجهزة الطرفية، سكانر، طابعة، سماعات إلى آخره، كل واحد من هاي الأجهزة عادة بكون فيه ديفايس كيو. فالبروسيس لما مثلا أنا عندي برنامج ويرد قاعد بطبع برنامج ويرد وضي الطباعة، طيب الطابعة هاي شيرابل، شو يعني شيرابل؟ مشتركة مع أكثر من جهاز،
يعني لمختبر، موجود لمختبر فقط الآن، وأنا عملت سند لطباعة، وجاري عمل سند لطباعة، وجاري الثالث عمل سند لطباعة، الطابعة مين بدها تطبع؟ أول شيء كل الجبس هاي بتصل للطابعة بتحطهم على الديفايس كيو، بتحطهم وين؟ على الديفايس كيو، هذا جوب واصل لها تمام، بتحطه على الديفايس كيو وتز ويتنج. زائد انه انا بدي اكبر الموضوع، اخذ على مستوى انه عندي اكثر من بروسيس في الذاكره الان بيشتغلوا، بروسيس رقم واحد، بروسيس رقم اثنين، بروسيس رقم ثلاث، بروسيس رقم واحد بده الطابعه، بروسيس رقم ثلاث بده الطابعه، اثنين هذول بدهم الطابعه، اذا مين اول واحد طلب؟ بي 1، اذا بنحطه على الديفايس كيو، وبي 3 اجى وراه بنحطه على الديفايس كيو. اذا set of processes waiting for، ليش حطيناهم على الديفايس كيو؟ لانهم they are waiting for an input output device، بحتاجوا او بدهم خدمه من احد وسائل الادخال او الاخراج. اذا في عندي كيو موجوده، هاي الكيو عدا الميموري اللي بتكون موجوده على الديفايس، هاي بتكون internally من الاوبريتنج سيستم، بسميها ديفايس كيو للبروسيسز اللي بدهم عمليات ادخال واخراج او بنتظروا فيها. والبروسيس اذا كمل من عمليه الادخال والاخراج ممكن يرجع وين؟ على الريدي كيو. يعني البروسيسز ار ميجريتنج، بتهاجر من مكان من كيو الى كيو اخرى، من طابور الى طابور اخر تمام. الان التنظيم الطوابير، تنظيم الطوابير هيا على شكل طبعا لينكد ليست. حدا عنده فكره عن اللينكد ليست؟ حدا عنده فكره عن البوينترز؟ حدا اخذ سي بلس بلس؟ ولا يناشفين يا جماعه مالكم؟ ما حداش ماخذها يا دكتور. طيب خلينا افهمكم شو المقصود يعني باللينكد ليست. الكيو وحتى مش بالضروره الـ يعني نوع معين من الكيو، اي كيو في الجهاز هي عباره عن دايناميك شيء، ستراكشر داتا، دايناميك داتا ستراكشر. شو يعني دايناميك داتا ستراكشر؟ يعني تركيب بحفظ البيانات ولكن بشكل ديناميكي. بكون في عندي هنا تو بوينترز، يعني هذا الشكل انا اصلا ممكن ارسمه بطريقه اخرى، خليني ارسم لكم اياه بطريقه اخرى عشان تفهموا الموضوع. هاي هيك، هاي هون، يعني بدي احط رسمي هون، ماشي يا شباب؟ انسوا لي الرسمات اللي فوق. هاي عندي بوينتر صغير بنسميه الهيد. شو يعني بوينتر؟ هسه بنقول لكم شو يعني بوينتر. هاي صندوق، هذا الصندوق بيحتوي على كمان بوينتر بيأشر على الثاني. ايوه هسه بقرب لكم الصورة، وهذا بيحتوي على مؤشر بيأشر على الثالث. هون آخر واحد بيأشرش على إشي، بنسميه نال. شو بنسميه؟ نال. لكن في مؤشر خارجي بنسميه تيل، بيأشر على مين؟ بيأشر على هذا. البوينتر معناه يا شباب، هاي الموقع في الذاكرة له عنوان مثلا 02 هكساديسيمال، عنوان هذا الموقع له ايش؟ له عنوان. لان البوينتر هذا بيحتوي على عنوان الموقع. شو يعني انه بيأشر عليه؟ يعني بيحتوي على الادرس تاعه 02 هكساديسيمال جواته، واضح؟ هذا كمان له عنوان في الذاكرة مثلا 04 هكساديسيمال. هذا البوينتر اللي بيأشر هون بيحتوي على القيمة 04 هكساديسيمال تمام.
لغاية الآن واضح؟ لذلك طلوا على الكيو هاي، في عندي هون هيد وفي عندي هون إيش؟ تيل. التيل وين بيأشر دائما وأبدا؟ على آخر عنصر في الطابور، والهيد بيأشر على أول عنصر في الطابور. طيب إذا هذا الطابور مشيت معاي انتو؟ معك معك البروسيسز اللي هن القعدات بتنفذن في الذاكرة بصفن على شكل طابور، سواء كان ريدي كيو أو جوب كيو أو ديفايس كيو، بصفن على شكل طابور. مين أول واحد بيجي؟ بكون هو يعني هون. مين أول واحد؟ الريجستر. لا انسى الريجستر، هذا البي سي بي، هذا بيمثل البروسيس، بروسيس نمبر 7. تمام. طيب البروسيس نمبر 7 انا لما بدي احطه على كيو، شو اللي بيحتوي يعني شو البروسيس اللي بدي احطه، شو المعلومات اللي بدي احطها؟ بدي احط ايش؟ البروسيس كنترول بلوك، صح ولا لا؟ مش هي اللي بتمثل البروسيس؟ مش البروسيس كنترول بلوك بيحتوي على التكست وبيحتوي على الريجسترز وبيحتوي على الميموري والريسورسز وكل حاجه؟ مزبوط. فهاي بتمثل البروسيس نمبر 7. طبعا جزء منها بكون الداتا، هاي الداتا اللي باللون الرمادي اللي بتمثل البروسيس، والجزء اللي باللون الازرق هو بوينتر للي بيجي وراه. يعني مين اول واحد قلنا بالشكل الموجود امامكم؟ هذا بروسيس نمبر 7 وهذا بتهاي بتمثل بروسيس نمبر 2. نمبر 2 مين معناته اول واحد على راس الطابور؟ بروسيس نمبر 7 لانه بيأشر عليه الهيد. بيأشر عليه مين؟ الهيد بيحتوي على عنوان اول عنصر في الطابور. الان اول عنصر في الطابور بيحتوي على عنوان العنصر اللي بيجي بعديه. مين اللي بيجي بعديه؟ يعني اللي وراه صف وراه على الطابور. نمبر 2 لا، البروسيس نمبر 2 بيحتوي على عنوان البروسيس اللي بيجي بعديه، ما فيش حدا، صح؟ اذا لاحظوا خط التعريض، هذا شكل خط التعريض. يعني ايش؟ يعني انتهينا هون خلص. يعني الان الميموري ما فيهاش فعليا على مثلا الريدي كيو الا تو بروسيسز، بروسيس نمبر 7 اجى اول واحد واجى بعديه بروسيس نمبر 2. طيب سؤال فني الآن، مين اللي بده يتلقى الخدمة أول واحد؟ بروسيس نمبر 7. أيوة بروسيس نمبر 7 هو اللي بده يتلقى الخدمة أول واحد، لأنه هو على رأس الطابور بيأشر عليه الرأس. التيل على مين بيأشر؟ على آخر واحد دائما وأبدا. آخر واحد دائما وأبدا. تمام. طيب لما هذا بده يطلع اللي هو بروسيس نمبر 7، هيك نشطب وشطب، لأنه هاي بوينترز مؤشرات وبتحتوي على عناوين. ليش إحنا حطينا عناوين؟ تعاملنا مع العناوين لأنه أنا ما بقدرش أتعامل مع مصفوفة. المصفوفة العناوين بتيجي وراء بعضها البعض، ولازم أحجز مسبقاً أحجز بعدد البروسيسيز الموجودة، وعدد البروسيسيز الموجودة ما بقدرش أتحكم فيها، لأنه كل ساعة بروسيس بيجي وبروسيس بيطلع. وصلت الفكرة؟ فبدي إشي دايناميك. الآن لما يجي بروسيس، لو قلنا بروسيس نمبر 1 بدي يصف على الريدي كيو، وين راح يجي؟ بعد بروسيس نمبر 2. أحسنت. إذن هاي بروسيس نمبر 2، راح يجي بروسيس نمبر 1 منجيبه بنعمل له كرييشن بي سي بي بلوك نمبر 1. ومنقول لخط التعريض هذا انت بطلت تصير خط تعريض، لازم تأشر وين الان؟ على بروسيس نمبر 1. على بروسيس نمبر 1. وبروسيس نمبر 1 انت بدك تعريض. انت بدك تكون خلص انت نل، ما بتأشرش على شيء، الريجسترز والى اخره من المعلومات اللي بدها تكون هون. تمام. هذا في حاله انه اجى بروسيس جديد على الكيو. لاحظ الديناميكيه كيف بضيف لما احتاج، مش زي المصفوفه لازم أحدد قديش عدد العناصر مسبقاً. وصلت الفكرة؟ تمام دكتور. طيب بي سي بي بده يطلع، بي سي بي 7 أجي أطلعه بالشكل هذا هيك أقول له يلا اطلع،
إذا قلت له يلا اطلع بالشكل هذا، معناته الهيد فقدنا العنوان، فقدنا اتصاله مع مين. الآن الهيد شو لازم لما بدي أطلع هذا، شو لازم أسوي؟ لازم ألغي اللي هو البروس نمبر 7. لازم أول إشي هذا لازم أخليه أشير وين؟ على البروسيس نمبر 2. نمبر 2. أيوة. نمبر 2 إجا أول. هذا بدي أطلعه على بروسيس نمبر 2. الآن آخر واحد هذا البوينتر راح يصير عليه تعديل. يصير على البروسيس نمبر 1. لا. راح يصير على البروسيس نمبر 3. طبعًا هون خليني بس أعيد، أنا لما أضفت هذا شو لازم سوينا فيه؟ لازم نلغيه. قلنا له تعال أشر هون، ما تأشر هون صح على بروسيس نمبر 1، لأنه خلص انت هذا مش الأخير، هذا الأخير صار. إذن لاحظوا في حركات معينة على دايناميك أري، بديش أقول دايناميك أري، مفهومه شوي مختلف. دايناميك داتا ستراكشر which is the linked list. أقول لكم خليني أعطيكم مثال، يعني أقرب لكم أبسط لكم المثال. الدبكة كلياتنا شابكين بدين بعض صح؟ مين؟ مزبوط. ما هي بتشبه الطابور، كلياتنا شابكين بدين بعض. إجا واحد بده يشبك بنص الدبكة، شو بيسوي؟ بشبك بيديه باليمين وباليسار. طيب إجا واحد بده يتقدم هو يقود الدبكة، بخذ الهراوة أو الدبسة أو هذا من أو المسبحة من زعيم الدبكة، ها، وبشبك هو أول واحد صح؟ ولكن ممكن زعيم الدبكة يقول أنا جيت قبليك، أنا اللي الزعيم هنا مش أنت، لو سمحت إذا بدك تشبك مع الدبكة روح على الأخير، أو روح بنص الدبكة شبك مع أصحابك. لاحظ الدبكة إجا وفي مجموعة أولاد مخربين الدبكة بالأخير، إجا واحد من الختيارية بلش يلهم بالعقاب، معاينتو، طلعهم من الدبكة. شو صار ما أقدر. شو صار بحجم الدبكة؟ لا صفر. إذن الدبكة ممكن تزداد إذا شبكوا ناس جدد فيها، وممكن بلحظة من اللحظات شو يصير فيها؟ تولي شرينك، إنه الناس طلعت منها. مظبوط. مع الزمن، مع الزمن ومع السهرة ممكن إنها تزيد أو تنقص بالاعتماد على حسب الفترة الزمنية. إجا فيه شباب أو طالعوا شباب أو راحوا شباب أو مظبوط ولا لا، متغيرة تطول مع الزمن. وهاي نفس العملية، بروسيس بطلع بروسيس بيجي. الآن أنا جيت على الجماعة الدبكة وقلت لهم ممنوع أكثر من 20 واحد، والأماكن محجوزة 20 واحد فقط، وممنوع حدا يشبك، وحتى لو يعني شبكوا 20 خلص 20 ما ممنوع واحد يزيد. تهاوش أنا وياهم صح ولا لا؟ المقصود انه لو انك تخيلت الدبكة زي كأنها اماكن ثابتة، العملية بصير صعبة، لانه البروسيسيز حجم البروسيسيز اللي شغالة في الميموري بتكون هائلة، وبروسيس بيكمل بده يطلع، اذا بدنا نعمل له ديليت فيزيكالي من الميموري. هذا لما يطلع بده يرجع كل اشي، بده يرجع كل اشي، وبدنا نعدل على اللينكد ليست. تمام. طيب هل البروسيسز، طبعا انا في عندي انبوت اوت بوت ديفايسز كثيره موجوده صح ولا لا، وحدات ادخال واخراج مالها كثير. مثل ايش وحدات الادخال والاخراج؟ مثلا ماوس، كيبورد، سماعه، اخراج مايك. لو جيت على الماجنتيك تيب يونت 0، طبعا عندي وحدات، في عندي مثلا هذا زي الشريط المسجل بده ينكتب عليه داتا، في عندي اكثر من ماجنتيك تيب بخزن عليه السيستم، يونت 0 يونت 1، في عندي ديسك، لاحظوا ديسك يونت
زيرو. طبعا يونت زيرو للماجنتيك تيب. الماجنتيك تيب نوع من انواع الانبوت اوتبوت ديفايسز. في عندي اكثر من ماجنتيك تيب، كل ماجنتيك تيب اعطيه رقم، بقول له يونت زيرو يونت 1 بس ماجنتيك تيب. الديسكات، في عندي ديسك واحد فقط ومعطينه يونت زيرو. تيرمينالز الشاشات، في عندي يونت زيرو اونلي ومعطينها زيرو. طيب كل واحد من هذول هو عبارة عن input output device، وحدات إدخال وإخراج أو وحدات إخراج. تمام، مثل هاي وحدة إدخال وإخراج، هاي وحدة إخراج، وحدة إخراج، وحدة إخراج. طيب في عناصر على الكيو بدها الماجنتيك تيب يونت زيرو، طلوا عليها. لا طيب في processes بحاجة لليونت 1؟ لا ما فيش. طيب ديسك يونت 0، مين اللي واقف على رأس الطابور بحتاج الديسك يونت 0؟ بروسيس 3. بروسيس 3، مين آخر واحد على الطابور بنتظر حتى يكتب على الديسك يونت 0؟ بروسيس نمبر 6. بروسيس نمبر 6. التيرمينال، مين محتاج التيرمينال الشاشة؟ عفوا بروسيس نمبر 5. بروسيس نمبر 5 14 يا دكتور مش 4. نعم 14 مش 4. ايش هي؟ 14 التيرمينال. قصدك انا بحكيت عن التيرمينال، مش مشكلة. التيرمينال يونت هيها في لها طابور، تمام؟ مين من الموجود على الطابور؟ بروسيس نمبر 5، فيش غيريه، هو اول واحد واخر واحد، لذلك الهيد والتيل بيأشروا عليه. التيل بيأشر على اخر واحد هون، التيل بيأشر على اول واحد. وصلت الفكره يا شباب؟ وصلت. تمام، اذا خلينا ناخذ الدايجرام تاع الكيوينج سيستم كيف بصير. ريبريزنت كيوز ريسورسز اند فلوز، هذا الكيوينج سيستم. اول شيء البروسيس موجود على الريدي كيو. وين موجود؟ على الريدي. وقلنا الريدي كيو في عندنا جوب كيو، في عندنا ريدي كيو، في عندنا ديفايس كيو، صح ولا لا؟ الجوب كيو هو مجموعة البروسيسز كلها اللي موجودة في السيستم، لكن مش كلهم بكونوا ريدي. اللي ريدي وجاهزين حتى ياخذوا السي بي يو بكونوا وين موجودين؟ على الريدي كيو. الآن بطلع طبعا لما نقول كيو فيرست ان فيرست اوت او برايورتي كيو، بغض النظر شو تنظيمها، في واحد من هالطابور بده يروح على السي بي يو، اخذته السي بي يو. الان السي بي يو نفذته، انتبهوا كويس للمخطط افهموه، نفذت هالجوب وخلصت، معناته شو بصير؟ تيرمينيشن. شو بصير؟ تيرمينيشن، انتهى. طيب خلال التنفيذ ممكن هذا البروسيس اللي بتنفذ فيه سي بي يو يحتاج الى عمليه ادخال واخراج، انبوت اوتبوت ريكوست، طلب الطابعه مثلا، طلب السماعات، طلب يعني بلاتر، طلب اي حاجه. تمام يا شباب؟ بما انه هلا اذا بما انه هالبروسيس هذا طلب انبوت اوتبوت ريكوست، ها اذا لازم يروح يصف على الطابور للانبوت اوتبوت كيو، لطابور الإدخال والإخراج. صف على طابور الإدخال والإخراج بالنسبة للديفايس كيو. إذن بالحالة هاي شو بده يصير؟ بده يجري عملية الإدخال أو الإخراج اللي عنده، وبده يرجع مرة ثانية وين يصف؟ مشو معاي على ريدي كيو. ريدي كيو. طبعا هون لما نعمل له إحنا نوديه على ينفذ الانبوت اوتبوت ريكوست، لازم نعمل دامبينج للميموري، نحفظ وين وصل، لانه راح يرجع مره ثانيه على الريدي ويرد يدخل. لما يرد يدخل مش راح يدخل مره ثانيه من الصفر، لا لازم نشوف وين كان موجود ونكمل عليه. وصلت الفكره؟ وصلت. تمام. الان السي بي يو، السي بي يو وهي تنفذ بتنفذ اكثر من البروسيس في وقت واحد، لكن شو يعني ممكن انها قاعد بتعطيهم تايم سلايسينج، بتوزع الوقت بيناتهم. يعني أعطيت محمد 5 دقائق، أعطيت عمر 3 دقائق، أعطيت إبراهيم 10 دقائق، وزعت الوقت بيناتهم.
بناء على ايش وزعت الوقت السي بي يو؟ في كراتيريا كثير لتوزيع الوقت، طلت على السايز اوف ذا جوب، حجم الجوب، اذا حجمه كبير اعطته وقت اكثر، او انها بتعطيهم كلهم بنفس الوقت، كلكم بعطيكم كل واحد 5 دقائق، يلا نبدا التنفيذ مع بعض. تنفذت خلصت الخمس دقائق تاعتك، خلصت معناته خلص وقف، بغض النظر انتهيت كملت شغلك او ما كملت، معناه التايم سلايس تاعك ماله اكسبايرد. شو يعني اكسبايرد؟ انتهى 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 وقتك، انتهى وقتك. إذن بترجع مرة ثانية على الريدي كيو، بتصف على ذيل الطابور. ليش؟ بدي أعطي غيريك. هل من المعقول إني أفوت على بنك، في محاسب واحد بالبنك بصرف الشيكات، صفينا على هالطابور تمام، هل اللي بصرف الشيكات وقف مع واحد ها وظل واقف معلق معاه مرة أول ساعة ثاني ساعة وإحنا واقفين على الطابور، شو صار عندنا؟ شو صار بالسيستم ككل تاع البنك؟ شو صار فيه؟ تأخير هائل. لما أنا أجي أصرف شيك ب10 ليرات وأوقف 3 ساعات، لا ما إنه تيلر واحد ممكن يقول يا عمي تفضل وقع لي هون، خلال هذاك يوقع يرد يأخذ الثاني من الطابور يقول له تعال وانت وقع لي هون، قاعد شو بيساوي؟ قاعد بعطي تايم سلايس، بعطي تايم سلايس لهاب، برد يعطي تايم سلايس لهاب. الآن كمل هذا التوقيع بأخذ شكه وبصرف له تمام المبلغ اللي بده إياه، وبعطيه، وهذاك بكون وقع برد يأخذ شكه ويصرف له المبلغ اللي بده إياه. الآن إجا واحد بده يصرف مثلا 2 مليون، يسحب من البنك، يسحب 2 مليون، ووراء واحد مسكين بده يسحب له 10 ليرات زي حالتي، شو بده يسوي؟ هذا أبو 2 مليون، أنا بدي أقعد أعد ب2 مليون تاعته، إذا شو راح أسوي؟ راح ممكن أوكي أعطيه مثلا 5 دقائق، ال5 دقائق هذول عديت مبلغ معين، أحطهن على جنب وأقول له أعطيني اللي بعديك، أقول له صف طابور، صف كل مرة أعد له جزء وأقول له صف وأمشي من الطابور. هاي المقصود بالتايم سلايسينج، إني أنا مش راح أعطيك الوقت كله، لأن إذا أعطيتك الوقت كلياته شو بصير بالناس الثانيين؟ بصيبهم مجاعة، بسميها starvation، CPU starvation، مجاعة CPU، إنه أنت كل شغلك انصب على بروسيس واحد وتركت باقي البروسيسز ما أعطيتهم CPU، إذا صابهم مجاعة. إذا مجرد ما انتهى التايم سلايس تاعك أنا بدي أحطك على الريدي كيو وأخذ غيريك أنفذه. طيب ممكن CPU أثناء تتنفذ البروسيس يعمل فورك. شو يعني الفوركينج؟ الفورك هي سيستم كول، الفورك معناه خلف أولاد جدد للبروسيسر. شو يعني خلف أولاد جدد؟ ليش خلفهم؟ لأنه حجم الجوب اللي عنده كبير، فبدي يوزع يعمل مالتي تاسكينج، يعني يوزع هالجوب الكبير على أبنائه، فعمل فورك. شو يعني عمل فورك؟ يعني الأب طلع منه تو تشايلد، الأب طلع منه تو تشايلد اللي هم تو بروسيسز، وكل بروسيس ها بده يعطيه جوب، فأعطاه جوب، والتشايلد الآن شو صار؟ صار سب بروسيس. شو صار؟ سب بروسيس. إذا بده يرجع يصف هذا التشايلد على وين؟ على الريدي كيو. على الريدي كيو، مزبوط ولا لا؟ مزبوط، لأنه أعطى سب بروسيس وقاعد بعمل اكسكيوت، لما تصف على الريدي كيو. طيب وممكن خلال تنفيذ البروسيس يصير انتربت، إذا أنا بدي أصف طابور أنتظر إنه اللي انتربت يتنفذ. ليش؟ لأن عملت سويتشنج للسيستم مود، مزبوط ولا لا يا شباب؟ إذا أنا قاعد بستنى، حصل الانتربت وكملنا، إذا بدي أرجع أصف وين؟ على الريدي كيو.
إذا لاحظوا الكيوينج سيستم كيف بروسيس سي بي يو اطلع، أو إنه بده ريكوست أو سلايسينج أو فورك إكسبير. وعلى فكرة ممكن العمليات تصير أكثر، ولكن كل مرة بدي أرجع أعمل ويت حتى إنه تخلص، ولما أرجع من الويت لوين راح أرجع على ريدي كيو. خلينا نتذكر مع بعض الرسمة هاي، إنه بروسيس إجا بصف على الريدي، من الريدي بروح على الرننج وممكن يكمل تيرمينيت، أو من الرننج يرجع على يصير انتربت يرجع على الريدي، أو من الرننج يعمل ويت ويرد يرجع على الريدي ويرد يروح على الرننج ويرد يعمل تيرمينيت. ذاكرينها هاي الرسمة؟ ها اللي مش ذاكرها يتذكر إن رأس النملة، يتذكر رأس النملة. هاي بتشبه إيش الرسمة كلها؟ بتشبه رأس النملة. أوكي، الآن السكيجلرز أنا كيف بدي أختار من الريدي كيو، وكيف بدي أختار من الجوب كيو؟ تمام. الآن السي بي يو في عندها two types of schedulers، بالواقع هم three types، لكن مبدئياً خلينا نشوف ال two types هذول. short term scheduler or CPU scheduler، select which process should be executed next. عفواً، مين البروسيس القادم اللي بده يدخل على هالسي بي يو؟ تمام، مين البروسيس اللي بده الان نجيبه من الريدي كيو ونعطيه للسي بي يو؟ وهذا السكيجلر لازم يتنفذ بشكل سريع ومستمر. ليش؟ لانه كل هالبروسيسز موجودين في الريدي وبدهم السي بي يو، فالسي بي يو على طول بتلقوا في اول واحد بتنفذ طبعا، والسكيجلر قاعد بقرر مين هو النكست اللي جاي على الدور. يلا انت يطلع اللي بعديه. ان ملي سكند must be fast، لازم يكون هذا الشورت تيرم سكيجلر ماله فاست. ليش فاست؟ لانه بتعامل مع السي بي يو، والسي بي يو سرعتها مالها عالية جدا، وبالتالي الريدي كيو هذا لازم يكون سرعته عالية، عفوا الشورت تيرم سكيجلر اللي بيعمل سيلكت للنكست جوب اللي بدها تمسكه السي بي يو تبدا بتنفيذه، ها من الريدي لازم يكون عالي السرعه وانفوكت. ايش يعني انفوكت؟ يعني يتم حثه بشكل يعني او ارسال سيجنال له كل ملي سكند، ها بالملي سكند تحسب السيجنال. لكن في شورت تيرم سكيجلر او بنسميه احنا الجوب سكيجلر، مجموعه هالبروسيسز اللي موجوده في السيستم كله، مين اللي بدي اجيبهم احطهم على الريدي؟ لاحظوا هذا الشورت تيرم سكيجلر بختار من الريدي وبعطي مين؟ السي بي يو مباشره، بعطي السي بي يو مباشره. ليش؟ السي بي يو قاعده بتشتغل، بنعمل انفوكينج للسكيجلر الشورت تيرم حتى يعطي السي بي يو للي بعديه، وهكذا. لان اللونج تيرم لا، مش بحاجه انك انت تعمل له كل ملي سكند، ومش بالضروره يكون فاست، لانه من كل البروسيسز اللي موجوده في السيستم قاعد بختار مين اللي جاهزين وبحطهم على الريدي كيو. select which processes should be brought into the ready queue. هون من الريدي كيو على السي بي يو. اذا long term scheduler is invoked infrequently، مش دائما بنعمل له invocation، لكن هذا ماله دائما بنعطيه سيجنال ورا بعضهن، هذا ممكن ياخذ معك سكند او مينتس، maybe slow، بكون ابطا من الشورت تيرم سكيجلر. The long term scheduler controls the degree of multi-programming. شو هي degree of multi-programming؟ هي the number of jobs in the system. قديش عدد الجوبس اللي موجود الآن في السيستم هي بتمثل the degree of multi-programming. طيب معناه لما نقول the degree of multi-programming قديش اللي موجودين على الريدي كيو الآن جاهزين حتى يتلقوا السي بي يو، هم
هاي الديجري عددهم نسميه ديجري اوف مالتي بروجرامينج، معناه اللونج تيرم سكيدجلر كل ما جاب جوبس اكثر وحطها على الريدي شو بصير بالديجري اوف مالتي بروجرامينج؟ يلا عيد السؤال. الله عيد السؤال. ترى اللونج تيرم سكيدجلر بختار من هالجوبس او من هالبروسيسز اللي موجوده في السيستم وبوديها على وين؟ على الريدي كيو. انفوكت ان فريكوينتلي، مش دائما بنبعث سيجنال انه اشتغل، ممكن تحتاج سكندز مينتس حتى نعمل له انفوكيشن. كل ما زاد عدد الجوبس على الريدي كيو شو بصير بالديجري اوف مالتي بروجرامينج؟ اول شيء تعريف نعم بس المفروض يعني اجاه هسه مثلا بروسيس اكثر يعني تزيد الديجري اوف مالتي بروجرامينج ات از ذا نمبر اوف جوبس اون ذا ريدي كيو. بما اني انا جبت اعداد كبيره وحطيتهم على الريدي كيو معناته الديجري اوف مالتي بروجرامينج مالها ازدادت. اذا عدد الجوبس اللي موجوده على الريدي كيو نقصت معناته شو بصير بالديجري اوف مالتي بروجرامينج؟ بدها تقل. بتقل لا بدها تقل مزبوط. اذا مين اللي بيتحكم بزياده او تنقيص الديجري اوف مالتي بروجرامينج او بدرجه المالتي بروجرامينج في اي سيستم؟ اللونج تيرم سكيدجلر. long term scheduler. طيب الان في عندنا مشكله اخرى بالنسبه للسكيدجلر. في عندي مشكله بالنسبه للبروسيسز. سامعيني كويس؟ البروسيسز نوعين. اه سامعينك. البروسيسز نوعين. في بروسيسز مثلا اجى محمد عمر كتب برنامج عن الملفات، اقرأ من ملف، خزن على ملف، اطبع على ملف، عدل على ملف. شو بتلاحظوا على برنامجه؟ بتعامل مع حسابات كثير ولا بتعامل مع عمليات إدخال وإخراج كثير؟ عمليات إدخال وإخراج كثير. ليش؟ لأنه برنامجه كله للتعامل مع الملفات، اطبع على ملف، اقرأ من ملف، عدل على ملف، مزبوط؟ إذا شو بنسميه هذا؟ هذا البروسيس اللي من النوع هذا بنسميه Input Output Bound Process. البروسيس اللي بتعامل مع عمليات إدخال وإخراج كثيرة وحسابات قليلة بنسميه Input Output Bound Process. لكن لو إجينا طلبنا من عمر مرة ثانية اعمل لنا يا عمر برنامج على البايثون أو على أي لغة بدك إياها، يقوم يحسب لنا مساحة الدائرة ومساحة المثلث ويعمل لنا آلة حاسبة. هل في عمليات إدخال وإخراج كثيرة ولا يعني في عمليات حسابية كثيرة؟ عمليات حسابية كثير، كومبيوتيشن عالي، مزبوط ولا لا يا شباب؟ مزبوط. إذن البروسيسز اللي الكمبيوتيشن فيها عالي معناها بتشغل الارثيماتيك لوجيك أكثر، صح ولا لا؟ وحدة الحساب والمنطق راح تشتغل أكثر، وبالتالي السي بي يو راح تكون مور بيزي مع البروسيسور لانه في كومبيوتيشن عالي، فبنسميه سي بي يو باوند بروسيسور، بروسيس عفوا، سي بي يو باوند بروسيس. اذا البروسيسز نوعين، اما بتكون انبوت اوتبوت باوند بروسيس، عمليات اللي بتتم البروسيس داخل هذا البروسيس هي عمليات ادخال واخراج كثيره جدا تغلب الكومبيوتيشن، و CPU bound process عمليات الكمبيوتيشن كثيرة وهي تغلب عمليات الإدخال والإخراج. الآن في عندنا مشكلة، إذا أنا جبت كل الجوبس اللي CPU bound وحطيتهم على الريدي كسكيدجلر منظم، وشو بصير بالسي بي يو؟ بصير أكثر تنظيم. جبت كل السي بي يو باوند بروسيس، ما هو السيستم بيحتوي على الجوب سكيدجلر
بيحتوي على كل البروسيسز، عفوا اللونج تيرم سكيدجلر، بيختار من كل هالبروسيسز اللي موجوده في السيستم بغض النظر هي انبوت اوتبوت باوند او سي بي يو باوند، وبحطهم على الريدي، صح ولا لا؟ معي انتو؟ مظبوط بحطهم مظبوط على الريدي. مين السي بي يو منين بتاخذ؟ بتاخذ من الريدي عن طريق الشورت تيرم سكيدجلر، مظبوط ولا لا؟ مظبوط. تمام. اذا كل هالبروسيسز اللي نقاهم اللونج تيرم كانوا سي بي يو باوند وحطهم على الريدي، شو راح يصير عندي؟ ضغط على السي بي يو، معناته السي بي يو شغاله باستمرار، مع ممكن تكون تظل شغاله مع جوب واحد اذا ما فيش فيها تايم شيرنج. ليش؟ الكمبيوتيشن تاعه عالي جدا، والسي بي يو بتقدرش تقاطع الكمبيوتيشن، ممكن ما ممكن ممكن تصير خطا في النتائج، مظبوط ولا لا؟ طيب، حتى اني احسن اداء النظام اكثر، شو لازم اسوي؟ أقسمها لما لا لازم عمليات أزمة. لازم لازم اللونج تيرم سكيجلر لما يختار الجوبس اللي بده يحطهم على الريدي يعمل جود ميكس. شو يعني جود ميكس؟ يعني يعمل بالانسنج، توازن. اختار مثلا 20 سي بي يو باوند بروسيس، يختار بمقابلهم 20 انبوت اوت بوت باوند بروسيس، او يعمل معادله، يعمل ميكسينج بنسبة مثلا 1:3 أو 2:3، مظبوط ولا لا؟ المهم ما يختار كلهم input output bound أو يختارهم كلهم CPU bound. long term scheduler strives، شو يعني strives؟ بيقاتل حتى إنه يختار good process mix. ليش؟ بكون أنا بريح CPU شوية وبضغط على input output devices، CPU ممكن إنها تخدم عدد أكبر من الجوبس إذا ريحتها شوية من كل الجوبس اللي بتعمل كومبيتيشن. وصلت الفكرة ولا لا؟ وصلت دكتور. تمام. الآن عشان degree of multi-programming can be aided if degree of multi-programming needs to be decreased. لما أقول degree of multi-programming معناه number of processes that are exist in the ready queue. طيب عندي ready queue، ready queue جزء من الذاكرة، وبالتالي لها size limited، محدود، وبالتالي أنا ما بقدرش أجيب كل processes وأحطهم في ready queue. في إشي راح يظل بريت ready queue رغم إنه يفترض إنه يكون موجود، ومش كل اللي بالready queue يعني الآن قاعدين بتنفذوا. فشو أسوي؟ في إشي بنسميه الميديوم تيرم سكيجلر. إحنا أخذنا شورت تيرم سكيجلر، لونج تيرم سكيجلر، في إشي بنسموه الميديوم تيرم سكيجلر. can be aided if degree of multi-programming needs to decrease. شو يعني؟ يعني كأني بقول مش كل اللي في الريدي كيو الآن بدهم يتنفذوا، في منهم بعده بنتظر على الريدي كيو، ولكن السي بي يو ماسكه على الاقل واحد قاعد بتنفذ فيه. طيب ما دامه هذا موجود على الريدي كيو وما بدهوش الان، يعني مش ماسك السي بي يو، طيب ليش ما نروح نخزنه مثلا على الاستورج ميديا؟ ها؟ ريموف بروسيس فروم ميموري، ستور ان ديسك، برينج باك ان فروم ديسك تو كونتينيو اكسكيوشن. هو بالريدي كيو اجيت حطيته على الديسك، طبعا بخزن حالته وين صار، بوديه سواب اوت. شو بنسميها العمليه هاي؟ سواب اوت، بوديه على الديسك، احتاجته السي بي يو، بعمل له لودنج من الديسك مره اخرى. اذا بارشلي اكسكيوتد، تم سواب ان. ها، اذا شو اللي صار؟ البروسيس، انتبهوا كويس، انتبهوا على الدايجرام كويس، البروسيس موجود على الريدي صح؟ أخذته السي بي يو، السي بي يو وجدت إنه بده يعني إنه بده، ممكن إحنا شو نساوي؟ نأجله شوي، أو نأجل، ممكن تأجيله شوي وأخذ واحد آخر.
بدل ما نرجعه على الريدي كيو ويظل محتل ميموري، شو عملنا له؟ سواب اوت وين؟ خزناه على الديسك. طبعا بعد ما كان متنفذ بشكل جزئي، خزننا حالته وخزننا وضعه على الديسك اكسترنالي مش على الميموري. بعد شويه السي بي يو فطنت له، قالت جيبوا لي اياه من الديسك. لما جابوه من الديسك سواب ان، وين رجع؟ على الريدي، ومن الريدي برد ياخذ السي بي يو مره اخرى. اذا هذا السكيجلر اللي بيختار من السي بي يو حتى يودي على الديسك شو بنسميه؟ ميديوم تيرم سكيجلر. طبعا هاي بيسموه سواب اوت سواب ان. عمليه التبديل انك تطلع بروسيس تخزنه على الديسك وترد تاخذه من الديسك ترد ترجعه مره ثانيه للميموري، هاي العمليه برايك بتستهلك وقت ولا لا؟ بتستهلك وقت بالنسبه للسي بي يو، يعتبر وقت ضائع. هاي العمليه بنسميها الكونتكست سويتشنج. شو بنسميها؟ كونتكست سويتشنج، تبديل المحتوى. الكونتكست بالنسبه لاي بروسيس شو هو؟ شو بيمثل الكونتكست؟ البروسيس كنترول بلوك. البروسيس كنترول بلوك هي اللي بتمثل الكونتكست، محتوى البروسيس. لذلك بشيل هالبروسيس مع محتواه البروسيس كنترول بلوك وبحطه على الديسك، بخزنه تخزين هون بحالته بوضعه. الان لما تحتاج السي بي يو مره ثانيه بعمل له سواب ان، بروح بعمل له لودينج على الريدي، ومن الريدي بترد تاخذ السي بي يو مره ثانيه. هاي العمليه بنسميها كونتكست سويتشن، طلع دخل طلع دخل، طلعوا برا دخلوا على السي بي يو مره ثانيه. هاي العمليه بنسميها الكونتكست سويتشنج. طيب السي بي يو رجع مره ثانيه، خلص كمل تنفيذه، ممكن يطلع او ممكن يخش على الانبوت اوتبوت ويتنج كيو، يخش على انبوت اوتبوت ويت ويرجع على الريدي كيو مره اخرى. وصلت الفكره؟ اذا شو مهمه الميديوم تيرم سكيجلر؟ إذا صار عندي short term scheduler، long term scheduler، medium term scheduler. نعيد مرة ثانية، short term scheduler شو بيساوي؟ بختار من الكيو أو بعمل invocation للنكست جوب من الريدي كيو للسي بي يو. وين مكانه بكون؟ على الرسمة هاي. شايفين هو وين مكانه؟ خليني أعمل annotate. هون short term scheduler، short term scheduler. هون مش البروسيسز بدها تيجي على الريدي كيو، هون long term scheduler هذا مكانه، بتجيب هالبروسيسز اللي موجوده في السيستم بحطها على الريدي كيو اللي جاهزه للتنفيذ. short term بختار من الريدي كيو وبودي للسي بي يو. CPU الآن مو في سكيجلر آخر، ها سكيجلر آخر مكان وين؟ اللي هو بسموه الميديوم تيرم سكيجلر، مكانه هون. وصلت الفكرة؟ وصلت الفكرة؟ بختار من CPU اللي ممكن إنه نأجله ونخزنه على الديسك، خزنه على الديسك بحالته، عمل سواب اوت، دخل واحد ثاني مكانه على اساس ينفذ على السريع. طيب ليش عملنا له سواب اوت؟ عملنا له سواب اوت لانه ممكن ناجله، في قاعد بيجرب عمليات اخرى ما لهاش علاقه بالسي بي يو، بدناش نشغل السي بي يو معاه، هاتوا لنا واحد ثاني من الريدي. خلص هذا كمل شغله، بده يرجع، بده طلب السي بي يو، بنقوم نعمل له سواب ان، سواب ان مره اخرى، وبنقول له خذ السي بي يو وكمل وطلع. اذا اللونج تيرم بتجيب من اللي بحط على الريدي، الريدي الشورت تيرم بختار من الريدي بعطي السي بي يو، الميديوم تيرم بختار من السي بي يو بعمل سواب اوت. العمليه هاي سواب ان سواب اوت شو بنسميها؟ الكونتكست سويتشنج، الكونتكست سويتشنج او سوابينج. وصلت الفكره يا شباب؟ وصل. تمام دكتور. When CPU switches to another process, the system must save the state of the old process and load the saved state for the new process via context switch. هذا الحكي حكيته أنا، بس يعاد فقط.
شو مفهوم الكونتكست سويتش؟ تبديل المحتوى. لما السي بي يو بدها تبدل شغلها من البروسيس لآخر، البروسيس الحالي اللي موجود معها لازم تحفظ حالته، must save the state of the old process. أما البروسيس الجديد اللي هو new, we have to load the saved states for the new process. البروسيس هذا ممكن يكون أصلا كان مخزن على الديسك وبدنا نعمله loading، أو أنه جديد. بكل الحالات بدنا الكونتكست تاعه، والكونتكست تاعه شو هو؟ PCB. Context of a process represented by its process control block. إذا الكونتكست switch time is overhead. شو يعني؟ شو يعني الكونتكست switch time is overhead؟ شو يعني overhead؟ يعني ضياع بالوقت. الوقت هذا اللي إحنا بدنا نطلع فيه بروسيس نخزنه على الديسك مع حالته، أو نقرأ بروسيس من الديسك وندخله مرة ثانية على ريدي كيو، هذا وقت ضائع. شو بنسموه؟ overhead time. The system does no useful work while switching. CPU بتصير idle، معطلة خلال عملية السويتشنج عبين ما يجيها البروسيس الجديد. The more complex the OS and the PCB, the longer the context switch. حدا بفسر لي هاي العبارة شو المقصود فيها؟ لما يكون حجم البروسيس كنترول بلوك كبير وفي معلومات كثير والأوبريتنج سيستم عندي كومبلكس في لايرز كثير، عملية الكونتكست سويتشنج شو بتحتاج بالحالة هاي؟ وقت أطول. بتحتاج لوقت أطول. هسه لما تخزن ملف حجمه 2 كيلو بايت زي لما تخزن ملف حجمه 1 جيجا؟ طبعا لا. البروسيس كنترول بلوك نفس الاشي، كل ما كان حجمها اكبر معنى عملية السيف تاعتها وعملية اللودينج شو بتكون؟ تحتاج وقت اكثر. الاوبريتنج سيستم كل ما كان فيه لايرز اكثر، يعني الاستراكشر تاعه معقد اكثر، معناه عملية الكونتكست سويتشنج بدها تكون معقدة اكثر، وبالتالي تحتاج الى longer time. Time depends on hardware support. اذا بالحالة هاي الكونتكست سويتش تايم كثير بيعتمد على كيف تصنيع الهاردوير للسيستم للجهاز. في عندي أجهزة مثلا بكون عملية الكونتكست سويتشنج اون تشيب، او بتستخدم مثلا الهارد ديسك العادي، في منو بيستخدم السوليد ستيت، مين اسرع لما تتعامل مع السوليد ستيت او مع الفلاش؟ طبعا في سرعه لانك انت راح تعمل سويتشنج على الديسك. سم هاردوير بروفايدز مالتيبل سيتس اوف ريجسترد سبير سي بي يو، مالتيبل كونتكست لودد ات وانس. يا سلام، بقول لك بعض الهاردوير بيوفر لك مجموعه من الريجسترات عشان لما بدك تعمل لودينج للكونتكست ها تقدر تعمل مالتيبل بنفس اللحظه لاكثر من كونتكست بنفس اللحظه، وبالتالي بتزيد السرعة، بتزيد السرعة. في حدا عنده سؤال، أي سؤال حول السكيجلرز؟ بدنا ننتقل على موضوع جديد، العمليات التي تتم على البروسيسز. في حدا عنده أي سؤال قبل ما أتكلم عن الموضوع هذا؟ في حدا عنده أي سؤال حول هاي الأشياء؟ في حدا عنده أي سؤال يا شباب؟ لا تمام دكتور. طيب الأغلبية الصامتة، احنا ما بدناش نضل ساكتين. إذا في إشي مش واضح إلك بتقول لي مش واضح، أنا قاعد بعيد لك وبكرر لك وبلخص لك الموضوع وببسط لك إياه. إذا في إشي مش واضح إلك فاسأل عنه، منعيد بنزيد التوضيح بستفيد غيريك. ولا تستحي من السؤال، السؤال مش عيب، على عكس الطالب اللي بيسأل هو الطالب الجيد. طيب نرجع للعمليات التي تتم على البروسيسز. The process is a program in execution. The process برنامج تحت التنفيذ، والآن يا موجود على الريدي كيو أو السي بي يو ماسكته بتنفذه. طيب شو العمليات اللي ممكن تتم؟ أنا البروسيس إجا على الذاكرة،
لما يجي على الذاكرة، يعني البرنامج الآن صار بالذاكرة، معناته it is created، الآن يعني انولد هذا البروسيس، موجود الآن CPU قاعد بتشتغل عليه، معناته it is executed، الآن انتهى الشغل عليه، معناه it is terminated، معناه شو اللي شو الثلاث عمليات اللي بتتم على البروسيس، ها؟ أو شو اللي بيزودنا الأوبريتنج سيستم بالخصوص للبروسيس، بروسيس كرييشن. لما برنامج أنت بتحطه بتعمل له رن والآن تصير الذاكرة، معناه أنت يو كرييت أ بروسيس. أنا كيف الأوبريتنج سيستم شو بده يعطيه؟ بده يعطيه بروسيس كنترول بلوك، بده يعطيه ريسورسز، بده يعطيه سي بي يو سايكلز، بده كله هذا عملية كرييشن. شو بنسميها؟ كرييشن، استحداث للبروسيس. الآن بعد شوية راح على السي بي يو، شو صار عملية ايش؟ اكسكيوشن، تنفيذ. انتهى من السي بي يو، كملت السي بي يو شغلها مع الـ مع البروسيس، اذا بده يصير تيرمينيشن. تيرمينيشن معناه رجع يا عم، احنا اعطيناك سي بي يو سايكلز رجعهن، اعطيناك ميموري رجع لنا اياها، خلص انتهى شغلك، طلعت النتائج. اوكي، طيب انا الآن عملية الكرييشن ترى بتتم مجرد ما صار دخل هالبروسيس إلى الذاكرة، الآن أخذ الريسورسز، هاي عملية الكرييشن، البروسيس شغال. الآن احتاج يعمل فورك. شو يعني فورك؟ بده يعمل تشايلد، يعطيه جوب، فبعمل ممكن يعمل كرييت، ها لاحظوا البيرنت بروسيس ما كرييت ا تشيلدرن بروسيس which in turn create other processes forming a tree of processes. خلينا نرسم هذا الحكي. هذا برنامجك يا عمر اللي هو البروسيس الاصلي، هذا برنامجك الان موجود في الذاكره، خلال شغله احتاج يعمل فورك. لما عمل فورك شو شو طلع؟ تو تشايلد، تشايلد 1 تشايلد، تشايلد 2. الان هذا بتنفذ قاعد، لاحظ هذا البيرنت طلع على سبيل المثال، على سبيل المثال شغلت المايكروسوفت وورد، تمام؟ بالوورد بتحتاج انك تطبع، بعد شوي شغلت المدقق الاملائي، هو هذا المدقق الاملائي هذا بروسيس، والطباعه بروسيس، احتجت بعد شويه انك انت تغير اللون هذا، انا اتغير الكالرز هذا، انا ذا بروسيس. اذا البروسيس البرنامج الاصلي طلع تو تشايلد، هذا التشايلد ها قاعد بتنفذ اكسكيوت اي اكس اي اي اكسكيوتد بتنفذ. هذا child 2 رد عمل شو؟ رد عمل fork. ليش؟ احتاج انه يستحدث child 3 child 4 و child 3 عمل fork. شو صارت هاي الشجرة؟ هذا الروت الجذر اللي هو منسميه الparent، شو منسميه؟ اللي هو الparent. وهذول الchildren processes وين هم؟ هذول كلهم بما فيهم هذول كلهم عبارة عن children processes، لكن هذا C3 is a parent. parent لمين؟ ل C5 و C6. إذن العلاقة parent child. هاي التري منسميها process tree. شو منسميها؟ أو تري أوف بروسيسز أو البروسيس تري. هاي تمام، كل واحد من هذول له اي دي بنسميه ايدنتيفاير، بروسيس بي اي دي، سواء الفادر اللي هو البيرنت أو التشايلد، كل واحد له بي اي دي، وجزء من البي اي دي بدل مين البيرنت تاعه. إذا جيت عملت كل للسي 1 انتهى شغله، خلص بنعمل له كل. إذا عملت كل مثلا للسي 3 ها
هذول السي ايش 4. طبيعي سي شوف 4 اذا عملت كل سي سي 3 هاي 5 كلها وسي الشجره 6 بتروح، اذا عملت كل سي 2 كل هاي الشجره بتروح، اذا عملت كل بي الروت كل الشجرة هاي كلها الشجره بتختفي. بتختفي والريسورسز بترجع لك، لانه كل واحد من هذول الان لما البيرنت بيعمل فوركينج وبيخلف اولاد، يا اما بعطيهم ميموري من عنده من الميموري اللي اعطاها اياه السيستم، او بقول لهم روحوا دبروا حالكم خذوا من السيستم، انتم خذوا من الاوبريتنج سيستم خليه يعطيكم. الاوبريتنج سيستم اصلا اعطاه هو بعطي اولاده، او انه بقول لهم روحوا خذوا من الاوبريتنج سيستم، هاي طريقه. طيب بدهم كمان هذول الاولاد بدهم سي بي يو، يا اما البيرنت بيوقف حاله وبعطيهم السي بي يو سايكلز، او انه بقول لهم روحوا دبروا حالكم خذوا الاوبريتنج سيستم خليه يعطيكم سي بي يو سايكلز. معاي انتوا يا شباب؟ معك انت اذا التشايلد باخذ الريسورسز اما من البيرنت من ابوه، او انه باخذها من وين؟ من الاوبريتنج سيستم. اذا اخذها من ابوه معناه تشارك مع ابوه، صار عمليه ريسورس شيرنج، مزبوط ولا لا؟ ابوه عنده ميموري، ابوه اعطاه شويه ميموري، زي العلاقه بين الاب والاولاد، الاب امتلك فلوس مثلا ممكن يجي يعطي يوزع على اولاده، مزبوط ولا لا؟ ممكن انه يقول لهم يا عمي انا لحد هون بقدرش اشتغل بالاراضي، تعالوا بدي اوزع عليكم الاراضي، انت خذ هيك انت خذ هيك انت خذ هيك حسب ما بده يعطيهم، وانتوا ابلشوا انا بدي اريح، صح ولا لا؟ انا مش قادر ابلش ب 300 دنم او 400 دنم، طبعا ان شاء الله بصير عندكم اكثر. فجمع اولاد وقال لهم كل واحد منكم ياخذ يبلش، انا مش قادر ابلش بهاي، وانا بدي اخذ لي شوي اخليهم معي ابلش فيهم. تشاركنا بالريسورسز ولا لا؟ اذا وصلت الفكره؟ شاركنا وصلت. اذا جنرالي بروسيس ايدنتيفايد and managed via process identifier resource sharing option. تمام. طبعا هذا بالنسبة للresources وبالنسبة للexecution وبالنسبة للادرس. البروسيس هذا او الولد الطفل اللي انولد جديد اللي هو البروسيس اللي نعمل له فورك واللي راح ينعطى جوب، الريسورسز تاعته يا اما بشاركها مع ابوه او باخذها. الاكسكيوشن اسف التنفيذ، كيف بيتم التنفيذ؟ يا اما البيرنت الاب والابن بنفذوا بنفس اللحظه كان كرنتلي، او انه البيرنت بدخل في حاله الويت وبنتظر حتى ابنه يكمل التنفيذ، شو حصل ابنه وطلع النتائج باخذها منه. الادرس سبيس، طب هذا ما بده ميموري التشايلد والبيرنت، يا اما بيشتركوا بالادرس سبيس بالضاعف دوبليكيت اوف بيرنت، او انه التشايلد هاز ا بروجرام لودد انتو ات، يا اما البيرنت بصير عنده كوبي نسخه ثانيه او انه بتشارك جزء من الميموري مع ابوه وبنجيب برنامج بنعمل له لودنج اله. تمام، بصير نسخه من الميموري تاعت ابوه. وصلت الفكره كيف بتشارك التشايلد بروسيس مع البيرنت بالنسبه للريسورسز بالنسبه للاكسكيوشن وبالنسبة للأدرس سبيس، بالنسبة للأدرس سبيس اللي هو مساحة العناوين. طبعا في مثال على هذا الحكي، المثال هذا اللي هو باستخدام الأمر فورك which creates a new process. الفورك شو بيساوي؟ creates a new process. الإكزيك used after fork to execute the process code. يعني لاحظ لما انا اكون بكتب ببرنامج برنامج سي بلس بلس وجيت نفذت الامر فورك، انا كبرنامج خليني ارسمها والله بدون رسم مشرح توضح معك. هذا البرنامج اللي هو البيرنت، البيرنت شو البيرنت عمل ايش في، مش هذا برنامج قاعد بيشتغل في الذاكره
في له من فوق. احد الانستركشن اللي فيه فورك، فورك معناها اعطيني تشايلد صح؟ اعطانا واحد تشايلد صح؟ ماشي، وبعطي تو تشايلد، مش واحد الفورك، بعطي تو تشايلد، بس انت في واحد من هالتشايلدز هذا قاعد بتنفذ. طيب البيرنت وين راح؟ البيرنت هذا دخل في الويت، لانه احنا قلنا بالسلايد اللي قبليه اذا بتلاحظوا انه البيرنت بالنسبه للتنفيذ ممكن انه يتنفذ مع بعض مع ابنه، هذول الاثنين يتنفذوا مع بعض، او انه انه ينتظر ابنه حتى يكمل تنفيذ. ابنه دخل اعطيناه شيء ينفذه باستخدام الامر ايش؟ اكسكيوت. الان البروسيس هاف، ومن ناحيه الادرس سبيس صار نسخه عن الاب هذا من ناحيه العناوين، والان كمل هذا التشايلد. اذا بروح على الامر اكزت، كلهن هذول سيستم كولز، كلهن هذول ايش؟ سيستم كولز. اكزت يعني اخرج، خرج انتهى. اذا ما انه خرج، اذا راح صار عمليه انفوكيشن للبيرنت للويت، ما هو البيرنت موجود على الويت، طلع النتائج للبيرنت، البيرنت عمل ريسيوم، ريسيوم استأنف الشغل. اوكي، طبعا النتائج بدي وديها للبيرنت، انا ما اعطيتك شيء تنفذه، قلت لك روح مسح لي السيارة يا عمر، روح تمسح السيارة، إذا بدك ترجع علي تقول لي مسحت السيارة، وين النتيجة تاعتك؟ جيب لي السيارة نظيفة، مزبوط ولا لا؟ وأنا بستأنف شغلي مرة أخرى. وصلت؟ إذا كيف عملية الفورك؟ طبعا هاي مهمة جدا جدا بالنسبة لي، هذا الموضوع هام جدا. طبعا هذا مثال، هذا الحكي وين مطبق؟ باليونكس اللي هو نفسه اللينوكس. البروسيس تيرمينيشن، البروسيس تيرمينيشن مهم جدا، وين البروسيس تيرمينيشن بصير؟ هون بالاكزت. لكن عمليه انتهاء البروسيس بتكون على شكلين، يا اما بتكون نورمال تيرمينيشن او اب نورمال تيرمينيشن. نورمال تيرمينيشن معناه البروسيس كمل شغله مع السي بي يو وطلع النتائج وانتهى وسلام تسلمكم وكل عام وانتم بخير. لكن لا، الاب شاف انه الابن ما بيشتغلش صح وبده يقاطع شغله، فبيعمل له ابورت. شو يعني ابورت؟ انه انا بدي انهيك بس نهايه مش طبيعيه، مش سعيده، ما بديش تكمل النتائج. كثير من الأحيان لما تكتب برنامج بايثون تدخل بإنفينيت لوب صح ولا لا؟ ما صارتش معكو؟ مزبوط. طيب بدنا نوقف الإنفينيت لوب، شو بنساوي؟ انتربت. لا، خلينا نحكي على البايثون. كنترول سي، مزبوط ولا لا؟ الكنترول سي هاي انتربت زي ما حكيت انت، بس هاي شو عملت للبروسيس؟ هل عملت له اكزيت طبيعي ولا عملت له ابورت؟ ابورت. ابورت. طيب ليش بنعمل ابورت للبروسيس بشكل غير طبيعي؟ طبعا الاكزيت خلص كمل، ها ريتينز ستاتس داتا فروم تشايلد تو بيرنت، بروسيس ريسورسز ار دي الوكييتد باي اوبريتنج سيستم، بروسيس اكسكيوتس لاست ستيتمنت. اذا لما البروسيس بنفذ اخر جمله عنده asks the operating system to delete it، بطلب من الاوبريتنج سيستم انه يحذفه using the exit. والله هذا البروسيس محترم، بقول لك انا كملت شغلي والان ممكن يا اوبريتنج سيستم تعمل لي كيلينج تحذفني. طبعا الاوبريتنج سيستم بده يستجيب، كل النتائج اللي طلعت معك كتشايلد انا برجعها لابوك للبيرنت، زائد كل اللي انت ماخذه من الميموري او من السي بي يو سايكلز او من الانبوت اوت بوت ديفايسز بدي اعملهن دي الوكيت، ارجعهن افيلبل. هاي النهايه الطبيعيه، هاي ايش؟ النهايه الطبيعيه. لكن في بعض التشايلد ممكن انه يتعدى على المساحه المسموحه له، وبالتالي شو لازم اعمل له؟
ابورت، او الشايلد بطل له اهميه كثير، البيرنت شاف انه قاعد هذا بيشتغل شغل فاضي ما فيش داعي اني اخليه بعمل له ابورت، نهايه غير طبيعيه. The parent is exiting. شو يعني exiting؟ البيرنت اصلا كمل شغله وهذا الشايلد قاعد بعده بيشتغل بشغله جانبيه. بما انه البيرنت انعمل لحاله exit، اذا كل الشايلدز اللي طالع منه لازم تنعمل ابورت فورا وتموت مع موتة الاب. معاي انتو؟ معاك. اذا هاي الابورت نهاية غير طبيعية. متى بتكون النهاية طبيعية؟ شو الاسباب اللي تؤدي للنهاية غير طبيعية؟ انه الشايلد اتعدى المساحة المسموحة له، انه بطل شغله مفيد بالنسبة للبيرنت، انه البيرنت خلص كمل شغله وبالتالي كل الشايلدز الطالع منه لازم تنتهي، نعمل لها ابورت. اما الاكزيت فهي النهاية الطبيعية. تمام؟ لما اقول انا كل الشايلدز اللي بيطلعوا من البيرنت لازم ينتهوا، هاي العملية شو بنسميها؟ الكاسكيدنج تيرمينيشن. شو بنسميها؟ الكاسكيدنج تيرمينيشن. all children grandchildren are terminated. Some operating system do not allow child to exist if its parents has terminated. بعض ال operating system لا تسمح إنه الchild يظل شغال ما طام ال parent تاعه is killed. If a process terminates, then all its children must also be terminated. هاي العملية شو بنسميها؟ cascading termination. إذا شو ال cascading termination؟ all children, grandchildren, etc. are terminated. اوكي يا شباب؟ كده. طب قديش ساعة؟ بنتوقف عند الانتر بروسيس كوميونيكيشن. ضل علينا والله ضل علينا سلايدين. بتحبوا نكمل الشابتر؟ تحبوا نكمل الشابتر ولا تستريحوا؟ خلاص بكفي. طيب خلص بكفي اليوم، بكفي اليوم. المره الجايه من هذا، لانه الانتر بروسيس كوميونيكيشن كيف تتخاطب للبروسيسز، وممكن اعطيكم اساينمنت على موضوع الفورك وما فورك والسواليف. تمام دكتور، انت ما حطيتش الشابتر هذا على الليرنج؟ على طول بحط لك اياه، ابشر ما فيش مشكله. طيب أي سؤال لغاية اليوم؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعطيك العافية، ونلتقي إن شاء الله المرة القادمة.